أعوذ بالله، ده راجل سخيف قوي. لا خالص، جاسم ده لطيف جدا جدا. وبعدين أنا مش فاهم أنت مش مستلطفة ليه؟ عشان معجب بيكي شوية يعني؟ يا ستي لو سخيف فلوسه تشفع له. أنا نفسي أفهم حاجة، أنت بتعمل كل ده ليه؟ ما احنا معانا فلوس قد كده، يعني لو فضلنا بنصرف فيها طول العمر عمرها ما هتخلص. بنلعب بنتسلى بدل القعدة. وبعدين يا حياتي عايزك تعرفي ان الفلوس دي عاملة زي المغناطيس، بتشد اي فلوس تقابلها في طريقها. مروان انا نفسي اقول لك على حاجة. قولي يا حبيبتي. انا ممكن انزل مصر اسبوع واحد بس وارجع على طول. ليه؟ ماما تعبانة جدا وجالها فشل كلوي وخايفة لا يجرى لها حاجة. انت بتقولي ايه؟ اتجننتي؟ تعرفت من ايه؟ ما انا اتصلت ببابا. يخرب بيت ابوكي! وكلمت منين؟ من تليفون في الشارع. من تليفون في الشارع ازاي؟ من تليفون في الشارع ازاي ها؟ انا مش قلت لك اول ما نحط رجلينا هنا تنسي مصر بكل اللي فيها؟ ها؟ ايوه بس دي ماما وتعبانه جدا والله. بقول لك ايه؟ كون النسوان ده مش هيخش عليا مش عشان شويه هبل تبوظي لي كل اللي انا بعمله. انت من ساعه ما حطيتي رجلك في الطياره وانت امك مش عيانه، امك ماتت. حاضر. هم واهلك كلهم. حاضر حاضر. وانا مش هكرر الكلام اللي انا بقوله ده تاني، لان ده لو حصل هقتلك. حاضر. انا اسف. هقتلك يا رجوان. انا اسف والله. هقتلك. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.